أربعة وكسكان جهة الشرقية كنطالبوا بأن نعيش شعب واحد ما بين المغرب والجزائر بدون حدود. لأننا شعب واحد، وكنا كنقولوا بأن الحدود ديال بلدين كيحضرهم الشعبين ما كتحضرهمش قوى الأمن، كيحضرهم المواطنين والمواطنات، وكانوا مصدر باش نكونوا خوت بيناتنا وغادي نعيشوا بيناتنا. اليوم ماشي العزلة غير عندنا، حتى عند إخواننا في الجزائر حتى هما بقاو بلا حياة، بقاو بلا معيشة، لأن الدولة ديالهم قررت باش تسد الحدود في وجه المغاربة. ولكن حنا حكومة بلادنا كان خصها تحمل المسؤولية ديالها. هاد الحكومة اللي مع كامل الأسف لما عمرها بلادنا من 56 عرفت شي حكومة بحال